ومعي هنا في الاستوديو الناطق باسم حزب الجبهة الوطنية السيد عدنان النجار. سيد النجار أرحب بك. أهلا وسهلا. في البداية يعني هناك أحزاب ربما لم تشارك، من أصدر هذا البيان هو ربما 5 أحزاب فقط، هل هذه هي الأحزاب الوحيدة التي تواصلتم معها أم وجهتم دعوات لأحزاب أخرى؟ لا، هو في الحقيقة نحن تواصلنا مع معظم الأحزاب الموجودة في الساحة، بس هذه الأحزاب 5 طبعا بالإضافة لحزب الجبهة، كان في حزب الوطن، حزب التغيير، تجمع المشروع الوطني وحزب ليبيا الشامل. هذه الأحزاب 5 هي اللي اتفقت على هذا البيان، لكن أحزاب الأخرى حقيقة بعضها اعتذر، بعضها لم يرد علينا شيئا، ولكن نحن نحيي هذه الأحزاب 5 اللي اتفقت، ونسأل الله أن يلتحقوا بنا في وقت لاحق. طيب ماذا كانت الأعذار؟ يعني أنت قلت أنهم اعتذروا. بالنسبة للتحالف القوى الوطنية أعتقد أن عندهم، قالوا أن عندهم مبادرة أخرى مبنية يمكن على وقف اطلاق نار بين الطرفين. طبعا هذا لا، نحن نرفض هذا تماما باعتبار أن هذا عدوان، حتى كلمة أوقف الحرب هذه نحن ضدها شكلا وموضوعا، لأن لسنا نحن من قام بهذه الحرب، إنما من بدأ بالاعتداء هو الذي يمتلك قرار وقف هذا الاعتداء، لكن نحن نصح هذا المصرح نقولهم أوقف العدوان. بالنسبة للإضافة للتحالف أعتقد حتى حزب العدالة والبناء كذلك اعتذر عن المشاركة. ماذا كان السبب؟ والله بإمكانكم أن تتواصلوا معهم، لم يعطوكم أي سبب. نعم. طيب بعد هذا البيان يعني ماذا يمكن أن نرى سيد عدنان؟ والله هو الحراك مستمر، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي. هناك لقاءات بالأعضاء المجلس الرئاسي، هناك تحركات مع ممثلين المجتمع الدولي بالتنسيق طبعا مع المجلس الرئاسي، هناك مبعوثين بإذن الله، كما هناك تواصل أيضا على صعيد الأرض. نحن نتواصل بشكل شبه يومي مع قوات المساندة والجيش الليبي وطلع الثوار، وإن شاء الله الأمور الجاية أفضل يعني. طيب بالنسبة لهؤلاء المبعوثين والتواصل مع أيضا ممثلي الدول الأجنبية، يعني ما طبيعة هذا التواصل؟ يعني ما الذي تحاولون مثلا القيام به؟ يعني توضيح الموقف على الأرض. يعني طبعا هناك لقاءات ستكون مع السفراء المعتمدين في ليبيا، هناك لقاءات مع المندوبين الدائمين لدى الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، وهناك مبعثين بإذن الله في الأيام القادمة للأمم المتحدة. فهذا كل احنا، هؤلاء المبعوثون هم من هذه الأحزاب؟ بالتنسيق مع الرئاسي طبعا، يعني في تنسيق مع الرئاسي وفي تشجيع طبعا من السيد فايز السراج على التواصل. هذا في خطين متوازيين طبعا، الرئاسي عنده موجودات الخاصة، الأحزاب بإذن الله نحن في صدد تشكيل وفد للقيام بهذه الزيارات وبدعم من زي ما قلت لك من الرئاسي اللي شجع الأحزاب على هذا العمل إن شاء الله. طيب ماذا تقول هذه الأحزاب التي شاركت في هذا البيان لقوات الجيش الليبي التي تدافع عن العاصمة الآن؟ طبعا نحن نحيي تحية كبار وإعزاز لقوات الجيش الليبي والقوات المساندة لها وطلاع الثوار، لأنهم يسطرون الآن بطولات عظيمة جدا، وهم الآن يقومون بالتضحيات الجسام والذود عن حياض العاصمة. ونحب نطمنهم بإذن الله بأن أي أخطاء صارت في السابق، سواء مثلا عقب عمليات البنية المرصوص أو عقب التحرير بين ثورة 17 فبراير، بإذن الله بعد النصر المرتقب يعني حتتصلح عدة أشياء. بإذن الله النصر سيغير المشهد السياسي، سنعيش حالة من التوافق السياسي لعين قيام الدولة، وسيكون الثوار بإذن الله جزء من هذا التوافق. لأننا نرى أن من بين الأخطاء اللي كانت في اتفاق الصخيرات والاتفاق السياسي أنهم حجموا دور الثوار واختزلوهم فقط في الترتيبات الأمنية، ونحن بإذن الله نعول على ثوارنا في أنهم يكونوا جزء من بناء الدولة. أشكرك جزيل الشكر الناطق الرسمي باسم حزب الجبهة الوطنية عدنان النجار، كنت معي في الأستوديو. شكرا.